الفيديو اللي عملته لي حلو قوي، اكيد طبعا عجب المدام والاموره الصغيره. انا اول مره اعمل كده في حياتي، بس عشان خاطرك انت واحده واحده وهفهمك اللي بيحصل في العمليات. ايه الاخبار؟ الفلوس امتى بالظبط؟ انا ايه اللي يضمن لي لما ادفع الفلوس ما تنشريش حاجه او تطلبي فلوس تاني؟ انا مش عايزه غير المبلغ ده، انا قنوعه. طيب يا قنوعة، ايه اللي يضمن لي؟ هسلمك الموبايل كله اللي عليه الشات، الشات على الماسنجر نفسه. هعمل ايه بالموبايل؟ امسح الشات كله والسكرين شوتس والاكاونت كله لو عايز، وهسلمك الموبايل. انا مش عايزة غير الفلوس. انتي مش خايفة من ربنا؟ انا ما بعملش حاجة غلط، اعتبرني زي بنتك وبتساعدني. بنتي متربية ولا يمكن تعمل حاجة زي كده. خلاص انا مش متربية، ولو ما جبتليش الفلوس خلال يومين هبعت لها الشات كله هي والمدام. ما تهددينيش، انا مش عيل صغير. عشان كده بقولك انجز بدل ما الرسائل توصل لمصر كلها. مبلغ جاهز، اسلمهولك ازاي وامتى؟ واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.